الجيتار دايما خواجاتي يعني بيعمل حاجات كده لطيفه، بس احنا النهارده اشاعه. طب ما تعملوا لنا كده مناغشات بريئه ما بين الجيتار والطبله. مين اللي هيكلم مين الاول؟ انا اكلمه وهو يعني وانا ارد عليه. لو قدرت يعني لو سمح لي ارد عليه. ماشي. حد بيقول لي يعني ما بيرد عليه. ايوه انا موافق، بس انا كنت فاكره انت بتعمل صوت قريب من الايقاع. بيحاول بديله حاجات، لسه بديله اصوات كتير وهو هيحاول يجيبها بقى، مفيش دعوه. باين مخشى. اولا اللي مش شايف اكيد هيفتكر هما طبلتين يعني. وبعدين هما جرجروك لحد ما حولت الجيتار لطبل. انا قلت لك اشاعه. لا دي مهاره، يعني مهاره كبيره ان انت تطلع. هو في لو ايقاع يعني هنسمع برضو شكل تاني من لو في يعني لو يساعدونا الفرقه. يساعدوكوا ازاي؟ يعني يمسكوا الاساس واحنا نحاول بقى نعمل مع بعض كده شو ايقاع صد، يعني سؤال وجواب. يعني مثلا
البلتو ده ده الجديد البلتو ده ما حصلش في التاريخ خالص يعني الحمد لله ما حصلش يعني عارفه حضرتك لعبناه في الاوبرا و انت اتعلمت عزف اكتر فين لا ده مش جيتار ما يعني شوفي حضرتك هو ده تكنيك موجود على الجيتار بس مش مستخدم احنا بنسميه ميوت جيتار اللي هو مقفول في وسط اللحن ممكن يعمل سكته دقه صحيح لما انا بقى لي فتره بحب اعمل كونسرتس في الاوبرا وفي بره وجوه فطبعا سعيد لما قال لي يعني تيجي ضيف عندي طبعا حاجه تشرفني جدا فقلت له بس انا عايز يعني في فكره في دماغي قال لي قلت له نطبل على الجيتار قال لي نطبل يعني ايه قلت له يعني هنشوف نجربها كده فجربناها قال لي ايه ده يعني ده لازم يتعمل اختراع اصلا اختراع بالظبط معلش حضرتك اتعلمت موسيقى عادي في معهد موسيقى عاديه يعني في كونسرفتوار لندن ايه درست في كونسرفتوار لندن في اي بي ار اس ام بس طبعا دراسه غير الكلام اللي احنا بنعمله يعني الدراسه الاكاديميه يعني خلي الناس تضحك وتتبسط ومتعه بنقدم مزيكا طبعا مهاره يعني هي كمان يعني بس انا اهم حاجه قبل ما ما يرجع الجيتار لطبيعته لا هو شفته هو بيعزف على الجيتار هو بيتقمص شخصيه عازف طبله يعني هو مش بس الصوت ده هو بيقلد سعيد الارتست في لا وريني كده انا بديله حاجات شخصيه شخصيتك انت مقدره انه الراجل ده يعني قمه الهرم بتاع الايقاع فبيديني جمله الجمله دي مش يعني صعب في منتهى الصعوبه عشان تتنفذ وكده على الهواء يعني مفيش بروفات ولا حاجه ربنا يستر عليا يعني ده كله كان امبروفيزيشن طبعا كان ارتجال في اي حفله بتبقى ارتجال لا يعني انتوا مش متدربين خالص لا دي ما بتتحفظش